مساء الفل عليكم. تعالوا النهاردة نعمل طعمية ما بتنفخش القولون. تعالوا النهاردة نعمل طعمية الحلوة المقرمشة الجميلة، هنضيف عليها إضافة كده بس هتخليها ايه، تحفة. طعمية كده صحية وجميلة ولذيذة، وعايزة اقول لك محدش ما هيقولك الطعمية النهاردة طعمها غريب كده، بس طعمها حلو قوي وريحتها جامدة جدا، ما بتغيرش في ريحتها، ما بتغيرش في لونها، ما بتغيرش في طعمها. كمان هوريكي المكبس اللي بيتعمل بيه الطعمية السوري، وهقولك كمان تشتريه منين لو حابين تشتروه بأرخص أسعار. تعالوا النهارده نشوف عملنا الطعميه دي ازاي. مش بس كده، هوريكي طريقه حلوه جدا للحمص هتعجبكم جدا جدا جدا. النهارده الحلقه بتاعتنا صيامي، بس مش هنقول كده صيامي 100%، لان هنقول كده ان الاكله دي تقريبا كده مفيش حد ما بيحبهاش، صايمين فاطرين بنحبها. هقول لكم ازاي تواجهوا كل مشاكل الطعميه، وازاي تبقى معاكم الطعميه حلوه وجميله لو قعدت شهر في التلاجة مش بيحصل لها اي حاجه خالص. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وشير، وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وما تنسوش بقى تعملوا كومنتات حلوه تشجعني عشان يوصل الكومنتات، واعمل لكم روتينات ووصفات جديده كده حلوه زيكم. اهم حاجه تفعلوا الجرس على كلمه الكل. اول حاجه عملتها، انا جبت هنا ربع كيلو من الحمص، نقيته كويس وغسلته وبعد كده نقعته. لازم الحمص يتنقع على الاقل خالص 4 ساعات قبل ما نشتغل فيه اي حاجه، ودي حاجه مهمه جدا جدا. ليه بقى؟ لان الحمص لو ما تنقعش مش بيطلع النتيجه الصح بتاعته. بنشيل بقى الميه اللي في الحمص دي، خلاص كده مش محتاجينها. على فكره ممكن تستخدموها في وصفات كتير قوي، وعلى فكره الحمص يا جماعه من الحاجات اللي بتدخل في وصفات كتير غير الاكل، يعني بيبقى ليه وصفات حلوة قوي للشعر والبشرة والحاجات دي. ان شاء الله اعمل لكم كده ماسك الحمص تحفة تحفة الفترة اللي جاية. ده بيكون شكل الحمص، اول ما بتدوسوا عليها كده بتطلع القشرة من البذرة من جوه كده، تمام كده زي الفل. هنبتدي دلوقتي نجهز الوصفة بتاعتنا بمقادير سهلة وبسيطة. هجيب دلوقتي البقدونس والشبت والكزبرة، وطبعا هجيب كوباية واحدة بس من الفول المدشوش اللي هو فول الطعمية ده، وهبتدي ان انا انقعها برضو في مية لمدة ليلة كاملة. يعني انا جايبة هنا كوباية نقعها لمدة ليلة كاملة. هي الطعمية دي بتتعمل من غير فول؟ لا، لازم فول وحمص الاثنين مع بعض عشان تطلع حلوه وطعمها جميل ومقرمش، وكمان تطلع زي بتاعت بره بس في نفس الوقت مختلفه شويه في ايه، في ان الريحه بتاعتها او مش بتغير ولا لونها بيتغير. هنبتدي اول حاجه نحطها، هنحط الحمص وبعد كده في الكبه على طول، ونبتدي ان احنا نفرم. بعد ما بنفرم الحمص بندخل عليه فول المجروش، وبعد كده بحط بقى بصلايه وشويه كزبره بقدونس وشبت حزم كده صغيره، وبرده بحط شويه كزبره ناشفه وكمون مطحون وشويه ملح صغيرين، ما تكتروش كمون عشان بيغير لون الطعميه بيخليها تغمق السنه. وده بيكون شكل الطعمية. وخلي بالكم بقى ان احنا بنتحكم في لونها ان هي خضرة قوي او نص نص عن طريق كمية الخضرة اللي احنا بنعملها. بجيب سمسم بقى، بجيب زيت وابتدي اخد الطعمية. طبعا الطعمية بتريحوها على الاقل خالص ساعة في التلاجة قبل ما تبتدوا تقلوها يا جماعة عشان ما تفكش في الزيت. وبعد كده طبعا الزيت بيكون زيت غزير، ودرجة حرارته ما تكونش عالية قوي، ما تكونش هادية قوي عشان خاطر الطعمية ما تشربش الزيت. وطبعا مفيش احلى من طعميه الحمص لما تتحط عليها سمسم كده بالشكل ده، وطبعا تتقلي زي ما انتوا شايفين في زيت غزير. وطبعا بنطلعها شايفين شكلها ذهبي وحلو ومقرمش قوي قوي. تقدروا على فكره تعملوها بالمكبس السوري اللي هو بيبقى فيه فتحه كده في النص، وطبعا المكبس ده بتلاقوه في مستلزمات البيت وادوات المنزليه، وسعره مش غالي خالص. بتحطوا الطعميه في المكبس وبعد كده بتدوسوا عليه بيطلع بنفس الشكل بتاع الطعميه السوري اللي بنلاقيها بره. لكن لو حابين تعملوها برضو بطريقتي بتبقى حلوة جدا جدا. طبعا بتقدموها مع المخللات بقى والسلطات، وتبدأوا ان انتوا تعملوا سندوتشات الطعمية المشهورة جدا جدا. بس صدقوني هتدعولي قوي قوي من وصفة الطعمية دي، لان مفيش حد مش هتعجبه الوصفة دي. تعالوا نعمل الوصفة التانية من الحمص وما نضيعش وقت. زي ما انتوا شايفين ده برضو ربع كيلو من الحمص، وهبتدي ان انا اغسله وبعد كده انقيه، وبعد كده ابتدي ان انا انقعه. بس هنا هنقعه في ميه سخنه. الوصفه الاولى نقعناه في ميه بارده، المره دي هننقعه في ميه سخنه لحد لمده 4 ساعات، لحد ما تحسوا ان طعم حجمه تضاعف بالشكل ده. تبداوا ان انتوا تصفوا الحمص كويس قوي قوي من الميه، وما يكونش فيه اي ميه خالص خالص زي ما انتوا شايفين. وبعد كده نبتدي ان احنا نجهز باقي الوصفه بتاعتنا. هنبتدي ان احنا نسلق الحمص برضو سلق، يعني
لمده نقول كده سلق بنسبه 70%، بيقعد قد ايه على البوتاجاز؟ مش اكتر من ربع ساعه على نار متوسطه. وبعد كده بنحط معاه بصل وثوم وورق لورا، ونبتدي ان احنا نحطهم ونقلبهم كده كويس جدا عشان الزفاره او ريحه الريحه اللي هي مش مستحبه بتبقى في سلق البقوليات عامه، بيسحبها الحاجات دي وبتبقى طعمها حلو جدا جدا. بعد كده ببتدي اني انا زي ما انتم شايفين اجيب سمسم، دول معلقتين من بودرة السمسم او السمسم المطحون عليهم معلقتين من الدقيق، وابتدي ان انا اطحنهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده لحد ما يبقوا بالشكل ده، معلقتين سمسم معلقتين دقيق، وابتدي ان انا انزل عليهم زي ما انتم شايفين كده حوالي معلقتين من الزيت، معلقتين كبار من الزيت، وابتدي ان انا اقلبهم كويس قوي قوي بالشكل ده لحد ما يبداوا ان هم يتقلوا. بعد كده انزل عليهم معلقتين كمان من الخل واقلبهم كويس قوي، وبعد كده ابتدي ان انا اخففهم سنه بسيطه بالميه لحد ما تبقى معانا طحينات السمسم بالشكل ده. الوصفه دي شكلها كبيره؟ لا مش كبيره ولا حاجه، انتوا بس ظبطوا معايا الوصفه وهتشوفوا احلى احلى وصفه تاكلوها في الصيف كده في الحر. عايزه اقول لك سلطه كده حلوه قوي تاكلوها مع الطعميه ملهاش حل. ده تلج زي ما انتم شايفين، وده الحمص سلقته خالص خالص. هنبتدي اول حاجه نحط الحمص في الخلاط، واحط مع الحمص وهو بيتخلط في الخلاط معلقتين الطحينه اللي انا عملتهم الكبار، وابتدي ان انا اسقط عليهم مكعبات التلج في الخلاط، ولازم تمشوا بنفس التكنيك ده وتبداوا تضغطوا عليه وتبداوا ان انتوا تطحنوه طحن تام. لازم يا جماعه نحط مكعبات التلج مع الحمص وهو بيتعمل لحد ما تبقى قوامها كريمي بالشكل اللي انتوا شايفينه. وده بقى سلطه الحمص بالطحينه، تحفه تحفه تحفه. دي بقى تزوقوها بقى بالشطه، تزوقوها بالليمون، ترشوا عليها شويه بابريكا، تحفه. انا ذوقتها كمان بالحمص زي ما انتم شايفين، وحطيت عليها بقدونس وشويه شطه وبابريكا وزيت، وعايزه اقول لكم بزيت الزيتون بتبقى خرافه. دول دي بقى في الصيف وفي الحر اللي احنا فيه تعتبر احلى الاكلات اللي ممكن تاكلوها، وبتبقى جميله جدا جدا مع سندوتشات الطعميه. يبقى احنا كده عملنا النهارده سندوتشات الطعميه بسلطه الحمص، تحفه تحفه تحفه. اتمنى الوصفات النهارده تكون عجبتكم ونالت على رضاكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس على كلمه الكل، ما تنسونيش بقى لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه. وبشكر كل اللي بيتابعني وبينتصف في القناه، ميرسي جدا جدا ليكم ولكومنتاتكم. قولوا لي بقى بتتابعوا القناه منين، قولوا لي الوصفات اللي انتوا عايزين نعملها الفتره اللي جايه ان شاء الله. ما تنسوش بقى اهم حاجه لما تفعلوا الجرس على كلمه الكل ان انتوا تدوسوا على كلمه اشتراك وتفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان كل التعليقات كل الوصفات توصل لكم. وطبعا ما تنسوش تعليقكم الحلو ده بيشرفني وبيشجعني كتير قوي ان انا اعمل لكم وصفات كتيره جدا جدا. هسيب لكم لينك صفحتي على الفيسبوك جوه صندوق الوصف، وكمان هسيب لكم وصفات كتيره تقدروا تعملوها. كنت معاكم شيف نميل ماجد بألف هنا وشيف، هشوفكم دايما يا رب على خير قريب.